تحية طيبة نقدمها لكم أعزائنا المتداولين مع عرض أسبوعي جديد للسوق الفوركس. نواصل اليوم اطلاعكم على أهم الأحداث المترقبة في سوق الفوركس لهذا الأسبوع. بداية دعونا نتذكر أهم أحداث الأسبوع الفائت، ومن ثم نتحول كالعادة إلى عرض ما ينتظرنا في القريب العاجل. كان التداول متقلبا في العتلة التي قامت باختصار الأسبوع الماضي مع سوق الأسهم الواسع في أعقاب قيادة قطاع التكنولوجيا. استرد المؤشر SP 500 بنسبة 2.1% من الانخفاض في الأسبوع الماضي بنسبة 6%، وارتفع مؤشر الدولار ICE بنسبة 0.5% خلال الأسبوع. ومع ذلك أغلق المؤشر SP 500 ومؤشر الدولار على انخفاض في شهر مارس. أغلق مؤشر الدولار الأمريكي ICE بانخفاض في يومي الاثنين والجمعة في الأسبوع الماضي. انخفض بنسبة 0.5% في يوم الاثنين، لكن ارتد بنسبة 0.3% في يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنازل الوطنية S&P كيس شيلر بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق. ارتفع الدولار بنسبة 0.8% في يوم الأربعاء، حيث تم تعديل وتيرة النمو السنوية في الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2017 إلى 2.9% من 2.5%. تغير مؤشر الدولار قليلا في يوم الخميس، لكنه انخفض بنسبة 0.1% في يوم الجمعة نتيجة انخفاض حجم التداول. أغلق المؤشر SP 500 بانخفاض في يومي الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع الماضي. ارتفع بنسبة 2.7% في يوم الاثنين بسبب تقارير مفادها بأن الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات لتجنب حرب تجارية عالمية. انخفض مؤشر السوق الواسع بنسبة 1.7% في يوم الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا والمال، وامتد خسائره بنسبة 0.3% في يوم الأربعاء مع استمرار عمليات بيع الأسهم في قطاع التكنولوجيا. ارتفع SP 500 بنسبة 1.2% في يوم الخميس نتيجة انتعاش الفيسبوك والأبل وغيرها من التخصصات التكنولوجية، حيث بقي الإنفاق الشخصي للولايات المتحدة ثابتا عند 0.2% على أساس شهري في فبراير. سيراقب المتداولون هذا الأسبوع عن كثب التطورات الجديدة في تحركات الرسوم الجمركية الأمريكية والصينية بعد أن فرضت الصين عقوبات انتقامية تصل إلى 25% على السلع الأمريكية بما في ذلك الفواكه ولحم الخنزير. تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هو أبرز البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4% في مارس الذي كان متوقعا بعد أن بقي عند 4.1% في الأشهر الخمسة السابقة. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.